أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام ومشاهدي قناة المرقاة في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. مشاهدي الكرام، فوجئنا صباح يوم السبت الماضي بخبر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وباسمي وباسم ضيفي الدائم في هذا البرنامج برنامج الفتاوى الشيخ زيد بن مسفر البحري، وباسم جميع العاملين وجميع الطاقم في قناة المرقاب وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الشيخ مسعد بن سعود بن سمار ومدير عام القناة الأستاذ فهد الثبيتي، نتقدم ببالغ الحزن والأسى إلى مقعد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه من راجعون. مشاهدي الكرام، بداية نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري، حياكم الله شيخ زيد. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المشاهدين. أذكر فقط بأرقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة للمشاركة معنا في البرنامج وطرح السؤال بطريقة واضحة. بداية يا شيخ، وصلنا سؤال البرنامج، سائل يسأل ويقول: هل من لم يقدر الحج ولا يستطيع لكبر سنه هل يحج عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الإجابة على هذا السؤال، نسأل الله عز وجل أن يحسن عزاء الجميع، ونسأله عز وجل أن يغفر لسمو الأمير وأن يدخله جناته، ونسأل الله عز وجل أن يجبر مصاب الجميع وأن يخلف على المسلمين خيرا. أما بالنسبة إلى سؤال هذا السائل، فإن الحج يجب على المسلم إذا كان قادرا بماله وقادرا ببدنه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن كان قادرا ببدنه وقادرا بماله فيلزمه الحج. لكن إن كان قادرا بماله وليس بقادر على الحج ببدنه فإنه ينظر، إذا كانت هذه القدرة لا يمكن أن تكون معه طيلة حياته، بمعنى أنه يمكن أن يكون مريضا لا يرجى برؤه، لا يتمكن من الحج فيما يستقبل من حياته، أو كان كبيرا في السن، فإن مثل هذا ينيب. أما إذا كان العجز طارئا وسيزول بعد حين فإنه لا ينيب بل ينتظر، فمتى ما تيسر له الحج فإنه يحج. أما إذا كان غير قادر في مستقبل أيامه فإنه ينيب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أتته امرأة من خثعم فقالت: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. الله. نعم، بارك الله فيك. أيضا وصلنا سؤال عبر جوال البرنامج، سائلة تقول: ما حكم مستشعر المرأة بعد الإحرام؟ بالنسبة إلى مشط الشعر بعد الإحرام، فإن العلماء يقولون إن كان هذا التمشيط لا يترتب عليه سقوط شعر فإنه جائز بلا نزاع، لكن إن كان يترتب على تمشيطه أن يسقط بعض الشعر ففيه نزاع بين أهل العلم. والصواب كما قال ابن القيم رحمه الله أن المحرم والمحرمة لا يمنع من تسريح شعره، لأنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنع ذلك، بل جاء ما يدل على جواز التمشيط، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، قال لما أمرها أن تدخل الحج على العمرة، قال: أمشطي شعرك. ومما يؤكد ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل وهو محرم وغسل رأسه، ومعلوم أن غسل الرأس قد يؤدي إلى سقوط شيء من الشعر، فدل على أنه لا بأس على المحرم والمحرمة أن يمشط أحدهما شعره بعد الإحرام. بارك الله فيك. هذا عبد الرحمن عبر جوال البرنامج يقول: علمت أن للعشر من شهر ذي الحجة فضائل، لكن ما هي هذه الفضائل؟ الله عز وجل أقسم بهذه العشر كما قال بعض المفسرين: والفجر وليال عشر. قال: إن الليالي العشر هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهذا قول لبعض المفسرين، وهناك قول آخر. فإذا كان على هذا القول فإن قسم الله عز وجل بهذه الليالي يدل على عظمتها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وهو جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن المخلوقين فلا يجوز ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم ولا أحب العمل فيهن إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وإذا كان كذلك فإن مما ينبغي المسلم أن يحرص على صيام هذه العشر، لأنه ورد في السنن في سنن أبي داود وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة. أما ما ورد عند مسلم من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم التسع من ذي الحجة، فهذا منتهى علم عائشة رضي الله عنها، وقد أثبت غيرها أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم هذه التسع. ولا شك أن الصيام يدخل من ضمن العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، ولا شك أن الصوم من الأعمال الصالحة. فإذا يستحب للمسلم أن يصوم هذه الأيام التسع، ويتأكد الصيام في تسع ذي الحجة في يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وجاء عند أبي يعلى أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين متتابعتين. فإذا لم يستطع المسلم أن يصوم التسعة كلها فليصم بعضها، إذا لم يتمكن فليصم ولو اليوم التاسع. نعم. وأيضا يستحب له في هذه الأيام أن يكثر من التكبير وأن يرفع صوته بذلك، لأنه ثبت عند البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلت العشر خرجوا إلى السوق وكبروا، وكبر الناس بتكبيرهم. وقد قال عز وجل: يذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور المفسرين: هذه الأيام المعلومات هي أيام عشر الحجة، فينبغي المسلم أن يحرص على صيام هذه الأيام وعلى التقرب إلى الله عز وجل بسائر الأعمال. نعم، بارك الله فيك. معنا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أم عبد الله. الله يبارك فيك. تفضلي سؤالك. السؤال: صيام العشر تواصل ولا راح يعني صوم اللي أنا أقدره؟ العشر قصدك؟ اي العشر. طيب واضح يا عبد الله، شكرا لك، بارك الله فيك. الشيخ عبد الله البرنامج سائل يسأل يقول: الضحية من تشمل وكم شخص يدخل فيها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. وجاء في السنن أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته، وبالكبش الآخر عمن لم يضحي من أمته. وليعلم أن الأضحية في الأصل هي للأحياء، ولا تكون للأموات استقلالا وانفرادا، اللهم إلا إذا كان هؤلاء الأموات قد أوصوا بوصايا، فإن وصاياهم يجب أن تنفذ كما هي، لا يزاد عليها ولا ينقص منها. أما أن يفرد الميت بأضحية مستقلة ولم يوصي بذلك فهذا ليس من السنة، بل إن السنة أن تكون الأضحية للحي، ولهذا الحي أن يشرك من شاء من أقربائه ومن أهله الأحياء منهم،
والأموات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بهذا الكبش عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن من بين أهل بيته حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد توفي ولم يفرد له أضحية، كذلك خديجة رضي الله عنها من أحب نسائه عليه الصلاة والسلام إلى قلبه، ومع ذلك لم يفرد لها بأضحية. فالأضحية إذن هي للحي، وللحي أن يشرك ما شاء من أقربائه في ثوابها. نعم، بارك الله فيك. معنا مفرح. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله مفرح. الله يسلمك. طلعت الشيخ أشتكي يا طيب. يسمعك الشيخ، تفضل سؤالك. أنا الله يحفظك أحرمت العمرة، من بعد الإحرام تطيبت جاهل يعني ما أدري بالحكم، بعد الإحرام ما تطيب يعني تطيبت. طيب، ليش الحكم في ذلك؟ تسأل الحكم. طيب طيب، إذا تسمع إجابة الشيخ بإذن الله. بارك الله فيك الشيخ. هذا سأل عبر جوال برنامج، يقول علي قضاء، هل أصوم في العشر؟ وأنا الأجرين، أجر فضل العشر والقضاء الذي علي. له أن يقضي ما كان عليه من رمضان في أيام العشر، وإن نوى بذلك أن يحصل له ثواب هذه العشر فيؤجر على هذه النية بإذن الله تعالى، ولكن لتكن نية متمحضة فقط في القضاء، وهو بهذا الصيام في هذه الأيام العشر لعله أن ينال فضلا من الله عز وجل وينال ثواب هذه الأيام إذا صامها. لكن إن شاء أن يصوم هذه الأيام استقلالا وأراد أن يؤجل صيام القضاء فيما بعد ذلك فله ذلك. نعم، بارك الله فيك. طيب شيخ، أيضا رجل البرنامج سائل يقول عندي قضاء، هل يجوز صيام الأيام الشاقة للقضاء؟ كيف الأيام الشاقة؟ ما تقصد أيام الشاقة، قد تكون أيام الطويلة مثلا. عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيحين، قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى أطلق عز وجل، فدل على أن ما بعد رمضان إلى أن يأتي شعبان بقدر ما عليه من الأيام كل هذا الوقت وقت له أن يقضي فيه الصوم، سواء كان قضاؤه لهذا الصوم في أيام قصيرة الساعات أو في أيام طويلة الساعات، سواء كان الجو شاتية أو كان الجو حارة، فالكل سواء وله أن يختار ما يشاء وما يناسبه. نعم، بارك الله فيك. معنا ماجد. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا ماجد. عليكم السلام ورحمة الله. أبي حكم الصلاة في البيت يا شيخ. حكم الصلاة في البيت، في البيت يعني عند أهلي. طيب، واضح واضح واضح، شكرا لك، بارك الله فيك. الشيخ عبد الله كانت تسأل عن صيام العشر، هل تصومها متفرقة أم تصومها متقطعة أو تصوم منها أيام وأيام لا؟ أسفنا الحديث عنها. نعم. فإذا لم يتمكن المسلم من صيام هذه الأيام كلها فله أن يصوم بعضها ولا حرج عليه في ذلك، وإن لم يتمكن فعليه أن يحرص على صيام يوم عرفة. وهناك مفهوم خاطئ لدى بعض الناس ولا سيما الكبار، يظنون أنه متى ما صام أيام النفل من أيام البيض أو من أيام الست أو من أيام عشر ذي الحجة أنه يلزمه أن يستمر عليها طيلة حياته، وهذا ليس بصحيح، فإن المسلم مخير في هذه الأيام في صيامها، فله أن يصوم هذه الأيام كلها أو أن يصوم بعضها، فله سعة في هذا. بارك الله فيك. الأخ مفرح كان يقول أحرمت العمرة وتطيبت جاهلا. لا حرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، قال عز وجل كما في الحديث القدسي قال قد فعلت، وفي رواية قال نعم كما جاء عند مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه لما أتى ذلك الرجل وكانت عليه جبة وكان قد أحرم وقد تمخض بالطيب، قال عليه الصلاة والسلام انزع عنك الجبة واغسل الطيب عنك ثلاثة، ولم يأمره صلوات ربي وسلامه عليه بأن يفدي، فدل على أن الجاهل وكذلك الجاهل يأخذ الناس حكمه، دل على أن الجاهل والناس لا حرج عليهما فيما
لو اقترف محظورا من محظورات الإحرام عن طريق الخطأ أو عن طريق النسيان والجهل. بارك الله فيك. معنا مع عبد العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعافيك. بسأل الشيخ. يسمعك الشيخ يا عبد العزيز، تفضلي. الله يجزاك خير. انا باقي لي 4 ايام من رمضان، يصح اصومهم في 10 ذي الحجة؟ يصير لي اجرين؟ توها جاب الشيخ، لكن عليه باذن الله. طيب شكرا لك يا عبد العزيز. معنا فالح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله يا فالح. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله. شيخ سؤالي عن مسجد اللبن بالماء. طيب شكرا. طيب طيب بارك الله فيك. شكرا لك. الأخ ماجد كان يسأل حكم الصلاة في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما رأى تخلفا من بعض الناس للصلاة في الجماعة قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا فيؤم بالناس، ثم آمر بحزم من حطب فآتي إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام، أو هذا الهم منه عليه الصلاة والسلام، يدل على أنهم قد فعلوا فعلا شنيعا، وأنه من كبائر الذنوب، لأن الإحراق بالنار لا يكون إلا على معصية كبيرة. أما بالنسبة إلى ما يسأل عنه، إن كان معذورا فإنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. دل على أنه إذا كان لديه عذر فإنه لا يؤثم ولا جناح عليه، لكن إن لم يكن لديه عذر فلا يجوز له. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة، هذا لا يدل على أن للمسلم يجوز له أن يصلي في بيته، لا، وإنما يدل على أن هناك فضلا عظيما كبيرا يناله من صلى الصلاة جماعة في المسجد، لا يحوزه من صلى في بيته منفردا. ولا شك أن صلاته على القول الصحيح إذا صلى في بيته في الوقت، لا شك أن صلاته صحيحة، ولكنه آثم بترك هذه الصلاة جماعة مع المسلمين. ولذلك لو نظرنا إلى عظم الجماعة نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف والحرب قائمة لم يكن عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يصلوا فرادى، بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم جماعة، فدل على أن الجماعة لها فضل عظيم. نعم بارك الله فيك. معنا الأخ نواف. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي، كيف حالك؟ حياك الله يا نواف. الله يبارك فيك. بس أسأل الشيخ أخوي، لأن أنا بحج إن شاء الله السنة هذه. نعم. وأنا من سكان المدينة، وبأودي أولادي إلى الطائف، وبأنا أبدأ من الميقات حق السيف. هل يجوز؟ طيب طيب، تحم ميقات السيل، تسأل عن حكم الإحرام من ميقات السيل. أيوة بس طيب. عشان ميقات، لأن أنا من أنا عملي في المدينة كيف. طيب. واضح واضح واضح. يوديهم للطائف لأن عند أبوي ناس. طيب واضح واضح يا نواف، واضح. تسمع جاب الشيخ مع الأخ سلطان. السلام عليكم. السلام ورحمة. حياك الله يا سلطان. مساك حبيبي، يعطيكم العافية. الله يعافيك. أبغى أسأل الشيخ عن الأضحية، على من تجب الأضحية؟ اي نعم، اذا كان يضحي الوالد عن اولاده هل تجب يعني توجب على الشخص هذا برغم انه متزوج وعنده اولاد؟ طيب طيب كيف الحكم يعني؟ طيب تسمع اجابه. معنا ام نوره. هلو السلام عليكم. السلام. تفضل يا ام نوره. لو سمحت، انا علي قضاء من رمضان، والحجه كيف يعني اصوم الحجه ولا اقضي قبل الحجه؟ تصير عن 10 أيام؟ لا لا أنا لا الحجة. ولا تصير الحج؟ أيوة الحجة بس. طيب 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 طيب. سؤالك الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، يعني الوالدة عندنا كذا تعصب وتحاول كذا، يعني كيف تتصرف معها؟ كبيرة في السن هي؟ 90 عمرها. كم؟ عمرها 90. كذا يعني أي شيء غيرنا. طيب. أنا يعني.
طيب طيب تسمع إجابة الشيخ بإذن الله نورة. شكرا لك بارك الله فيك. الأخ فارس أنا أسأل حكم مزج اللبن بالماء. إذا كان مقصوده أنه يمزج الماء باللبن من أجل أن يبيعه فهذا لا يجوز، لأن هذا من الغش، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم قال من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يبيع الطعام أدخل يده في هذا الطعام فأصابت أصابعه بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله يعني المطر. قال فلا، جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. أما إذا كان مقصوده أنه يمزج الماء باللبن من أجل أن يشربه فلا بأس بذلك. ولذلك في حديث الهجرة في صحيح البخاري لما كان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد عطش، ذهب أبو بكر رضي الله عنه يبحث عن طعام، فرأى غلاما معه شياه فحلب شاة ومزج، يقول أبو بكر رضي الله عنه فمزجت هذا اللبن الحار بماء من إداوة كانت معي فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرب حتى رضيت، يعني حتى رضيت نفسي لما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذهب عطشه. فإن كان المقصود من أجل الشرب فهذا جائز، لكن إن كان المقصود أنه يبيعه فلا يجوز وهذا من الغش. نعم بارك الله فيك. معنا الأخ حسن. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. سلام حياك الله يا حسن. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. بالله لو سمحت عندي سؤال واحد للشيخ. تفضل سؤالك. أول مرة أحج. إيه. وأنا موظف. وسجلت عن طريق الحملة. وقال أنتظر يمكن يطلع اسمك ولا ما يطلع. فما أدري الإجازة طلعت إجازة فيه وأنا ما حجيت. هل يجوز أني أرجعها ولا أكمل الإجازة؟ طيب طيب واضح واضح يا حسن شكرا لك. معنا صالح. حلو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا صالح. أقول لك عندي مال أيتام. نعم. وبسأل عن زكاة الله يجزاك خير. تسأل عن ماذا؟ عن زكاة المال، زكاة مال أيتام عندي. طيب طيب واضح السؤال شكرا لك بارك الله فيك. معنا اتصال. معنا عبد الكريم. ألو السلام عليكم. يا هلا بيك. تفضل يا عبد الكريم. الشيخ يسمعني؟ معك معك يا عبد الكريم سؤالك. سؤالي طال عمرك بس الشيخ، انا رحت عمره. ايه. لما جيت المدينه بزور الرسول طبعا من اهل المدينه. نعم. حصلت زحمه ولا قدرت اجيه، احنا برمضان 27، وبعدين طلعت مكه واعتمرت مكه ورجعت، بعد ما رجعت سويت زياره الرسول، هل هي واجبه ولا كيف؟ طيب طيب واضح 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 شكرا لك يا بك. معنا عبد العزيز. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حالك يا شيخ؟ خير وعافيه. الله يعافيك. بسال عن تاجير وانت بتمليك. نعم. طيب تسال عن حكمه؟ اي نعم. قال الشيخ اجاب كثيرا لكن نطرح سؤال مرة ثانية بإذن الله. شكرا شكرا لك بارك الله فيك. شيخنا الأخ نواف كان يسأل يقول هو من سكان المدينة وسيذهب للطائف وسيحج هذه السنة وسيذهب للطائف ويحرم من ميقات السيل لأن أهله والده في الطائف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل هذا على أن المسلم متى ما مر بأول ميقات فإن الواجب عليه إذا أراد نسك الحج أو نسك العمرة الواجب عليه أن يحرم من هذا الميقات، ولا يجوز له، وهذا كحال السائل، لا يجوز له أن يؤخر الإحرام من ذي الحليفة إلى قرن المنازل الذي هو السيل الكبير، لا يجوز له. ثم لو قال إن المسافة طويلة فنقول النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة وقد أحرم من ذي الحليفة لم يصل إلى مكة إلا بعد 10 أيام، وكان على أي وسيلة؟
من وسائل النقل، كان على الجمال وكان على الخيول، وهناك من التعب والنصب والمشقة، ثم هو عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه لأنه كان قارنا وساق الهدي، ولم يحل عليه الصلاة والسلام إلا في عشر من الحجة، يعني ظل صلوات ربي وسلامه عليه أكثر من أسبوعين والإحرام عليه، ومع ذلك لم يتبرم صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا واجب شرعي. فواجب على هذا السائل إذا مر بميقات ذي الحليفة أو بأول ميقات يمر به، سواء كان هذا الميقات ميقاتا له أو لم يكن له، الواجب عليه أن يحرم، ولا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات إلى ميقات آخر. نعم، بارك الله فيك. الأخ سلطان كان يسأل عن الأضحية، على من تجب حيث أن الوالد سيضحي عن أولاده مع أنهم متزوجين، هل تشملهم أضحية أم يكتفون بأضحية والدهم؟ الأضحية اختلف العلماء في حكمها، والصواب أنها سنة مؤكدة، يعني لو تركها المسلم لا حرج عليه ولا جناح عليه، لكن الأولى بالمسلم ألا يدع الأضحية، لا سيما إذا كان هذا المسلم قادرا عليها، فإن بعض العلماء أوجب الأضحية على من كان قادرا بالمال، وهذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله، لقوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هنا أمر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن ابن ماجه: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ويقوي هذا الحديث ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على أهل كل بيت أضحية. فإذا يتأكد تأكدا كبيرا بالغا في حق القادر أن يضحي، ثم إذا أراد أن يضحي هل يكتفي بأضحية أو أنه يشرك من معه؟ نقول الأفضل بقطع النظر عن قضية أن هذه مجزئة أو لا، الأفضل أن من كان صاحب أسرة، يعني له زوجة أو له زوجة مع أولاد، الأفضل أن يفرد نفسه وأهل بيته بأضحية، سواء كان هذا ساكنا مع والده أو لم يكن ساكنا، هذا هو الأفضل. وإن اقتصروا واجتزأوا بأضحية والدهم عنه وعنهم فلا بأس بذلك، لكن كلما كان الإنسان قادرا بماله، حتى إن المسلم لو كان قادرا بماله أن يضحي بأكثر من أضحية فهذا خير عظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهدي كان يكفيه سبع بدنة، ومع ذلك أهدى للبيت 100 بدنة صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم الله. مع الأخ معوض، السلام عليكم. السلام، مساك الله بالخير. حياك الله، مساك الله بالنور. كيف حالك؟ بس على الشيخ لو سمحت. يسمعك الشيخ. عليكم السلام، كيف حالك الشيخ؟ حياك الله. وعليكم السلام وبركاته. الله يحييك. أنا نفس السؤال هذا، بس الوالدة والوالد بعيد المنطقة، بعيد عنده. نعم يا معوض. الوالد والوالدة الله يحييك. نعم. في منطقة بعيد عندهم، هل عنده يضحي؟ الوالدة تضحي والوالد يضحي، أنا ضحي ولا ما بدون ضحية؟ لأن عندي أولاد أنا وأنا منطقة بعيدة عنهم. أيوه، بتجيهم يوم العيد وتسأل. أيوة. وتسأل هل تكفي ضحية الوالد؟ الوالدة تضحي والوالد يضحي، كلهم يضحون. طيب. لا يختلف الحكم، سواء كنت عندهم أو ستذهب إليهم، نقول الأفضل أن تفرد نفسك وأهل بيتك من زوجتك وأولادك بأضحية، هذا هو الأفضل. وإن اجتزأت واكتفيت بأضحية والدك عنه وعنكم فلا بأس بذلك. بارك الله فيك شيخنا، نفع الله بعلمك. أم نورة كانت ستقول: أي قضاء من رمضان هل أحج أم لا بد أن أتي بالقضاء؟ لا يلزم، من أراد الحج لا يلزم أن يقضي ما عليه من صيام رمضان، فلها أن تحج، وإذا رجعت فلها أن تصوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأطلق. وعائشة رضي الله عنها بيّنت ذلك بفعلها بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله صلى الله. سؤالها ثانية تقول: الوالدة تبلغ من العمر 90 عاما وتقوم ببعض المواشات في البيت، ماذا تفعل معها؟ عليكم أن تصبروا وأن تحسنوا إليها، وذلك لأن الكبير إذا طعن في السن فإن أعصابه لا يتمالكها، ولذلك قال عز وجل مبينا أن من بلغ في السن عتية أنه بحاجة إلى الرعاية أكثر، قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. حتى لو غضبت فعلى المسلم أن يحتسب ذلك عند الله عز وجل. ولا شك أن هذه المرأة إذا كانت كبيرة في السن وعقلها معها لا شك أن توجيهها من أوجب الواجبات على أولادها، بأن يوجهوها بأن الغضب لا محملة فيه لا من حيث الدين ولا من حيث الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه رجل فقال أوصني قال لا تغضب فكارها ثلاثة، ومعلوم الأدلة التي أتت بالتحذير من الغضب. لكن بالنسبة إلى هذه المرأة الكبيرة فعليكم أن تحسنوا إليها وأن تتحملوها، فهذه الأم تحملتكم وأنتم صغار، حملته أمه وهنا على وهن، حملته كرها ووضعته كرها، فالأم بحاجة في مثل هذا السن إلى رعايتكم، فإنها صبرت عليكم. وكم من الآلام والمتاعب تجرعته الأم في سبيل إسعاد أبنائها، فهنا أتى واجبها. ومهما قدم الإنسان مهما قدم وبذل لأمه فإنه لا يمكن أن يوفي حقها، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على بر والدينا. اللهم أمين. الأخ حسن كان سيقول ساحج هذه السنة وأنا موظف وسجلت في إحدى الحملات لكن الآن لم تخرج الأسماء وأخذت إجازة، هل إذا لم يخرج اسمي أقوم بإرجاع الإجازة وإخبارهم بذلك؟ إذا كانت الإجازة ممنوحة من أجل الحج ولم يتيسر لك حج فإن الواجب عليك أن تخبر المسؤول عن ذلك ومن له الصلاحية في ذلك. إن آذن لك بإتمام إجازتك بأن تستمتع بها فلك ذلك، وإن لم يجيز ذلك فإنه لا يجوز لك أن تتمتع بهذه الإجازة. بارك الله فيك. الأخ صالح يسأل عن زكاة مال الأيتام. الصحيح من قول العلماء أن الزكاة واجبة في أموال اليتامى وفي أموال من ذهبت عقولهم من المجانين ومن المخرفين ونحوهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم ولم يقل خذ منهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأمر أهل الكتاب بأمور قال وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فدل على أن الزكاة مناط وجوبها إنما هو في المال بقطع النظر عن التكليف، حتى لو قال إنهم صغار فإنه لا يلتفت إلى ذلك وإنما يلتفت إلى ما في أيديهم، فالنصوص الشرعية جاءت واضحة بينة بأن الزكاة في المال ولا تعلق لها بأن هذا صغير أو هذا كبير أو هذا باقي العقل أو هذا زائل العقل. طيب أحسن الله إليك. الأخ عبد الكريم يسأل ويقول ذهبت للعمرة ثم رجعت المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن وجدت زحمة، ثم ذهبت للعمرة ورجعت وفي 27 رمضان زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخذ عمرة ورجع لزيارة قبر النبي. لا يجوز للمسلم أن يشد الرحلة من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز لمسلم أن يسافر من أجل أن يأتي بقعة مهما كانت هذه البقعة إلا هذه البقعة الثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما إذا شد الرحل من أجل زيارة أخ له في الله فلا بأس بذلك، لكن الحديث لا يجوز أن يسافر المسلم إلى بقعة من بقع الدنيا إلا لهذه البقع الثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ومن ثم فإن مثل هذا لا يجوز، وهو وسيلة من وسائل الشرك، حتى لو كان في المدينة فإنه لا يتكرر بالزيارة على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو كان بالمدينة، فكيف إذا كان خارج المدينة ويريد أن يشد الرحل؟ إذا كان في المدينة فإنه لا يخصص أياما معينة لزيارته عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا يتكرر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذ قبري عيدا، لأن من يأتيه باستمرار أو بين الفينة والأخرى من أهل المدينة هذا من اتخاذ القبر عيدا. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ولذلك الحسين لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم عليه قال ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء،
يعني يكفي أنك تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله: إن هناك ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. نعم بارك الله فيكم. نختم حلقتنا بسؤال الأخ عبد العزيز الذي يسأل عن التأجير المنتهي بالتمليك، وقد أجبتم كثيرا لكن لعل على عجل. قد أجبنا، وهذه العقود كانت على صورة واحدة فيما سبق، ولذا أتت فتوى هيئة كبار العلماء بالأكثرية على تحريمها، لكن بعد حين تغيرت هذه العقود وتنوعت وتشكلت في صورها، ومن ثم فإنه لا يمكن أن يفتى بتحريم هذا العقد على وجه الإطلاق ولا بإجازته على وجه الإطلاق، وإنما ينظر إلى عقد كل شركة وما تضمنه من شروط. ومن ثم فإني أنصح إخواني حينما يريد أحد منهم أن يأخذ سيارة أو بيتا بعقد الإيجار المنتهي بالتملك أن يأتي إلى أحد العلماء وأن يبين له شروط هذا العقد حتى يكون الحكم حكما صائبا بإذن الله عز وجل في هذه المسألة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وفيكم وفيكم. مشاهدين الكرام، هذا احنا وياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. الشكر فيها موصول لضيفنا فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري. إلى لقاء آخر من لقاءات هذا البرنامج، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر